Bonsoir. طاب مساءكم جميعا. اسمي بيير بونيس وأنا المدير العام لأفنيك. معالي وزير الشؤون الأوروبية والعلاقات الخارجية، السيدة وزيرة البيئة لسويسرا، السيد وزير ألمانيا المعني بالشؤون الفيدرالية، والسيدة رئيسة المجموعة الاستشارية للمنتدى. سيداتي سادتي، أود أن أعرب عن شرفي وسعادتي إذ أدير هذه المجموعة، وأود أن أصدي الشكر الجزيل لوزارة الشؤون الأوروبية والخارجية لتعييني للقيام بهذه المهمة. يشرفني كذلك أن أكون مهتماً بملف فرنسي يتعلق بالإنترنت. الأفريقة ممتازة ولدينا أشخاص ممتازون يعملون في فرنسا، وأود أن أبين أننا في فنيك نأخذ بمبدأ الحوكمة والتعاون منذ 20 عاماً، وبالتالي فهذا يدلل على فعالية هذا النهج. هذا نهج برهن عن جدواه، ولكن النهج اعتمد في إطار متواضع، أي اسم النطاق، وهذا أمر هام بالنسبة للإنترنت، ولكنه محتشم متواضع إذا ما قارناه بما أشار إليه فخامة الرئيس والأمين العام للأمم المتحدة والمديرة العامة لليونسكو والمسؤول عن هذا المنتدى، فثمة احتياجات أخرى لها طبيعة مختلفة. والأسئلة التي سنطرح مساء هذا اليوم هي التالية: ما هي السبل الكفيلة بجعل هذا النهج الذي تشارك فيه عدة أطراف أن يكون هذا النهج فعالاً؟ إذا ما كان هذا النهج يعالج قضايا غير تقنية، فهل هذا مرغوب فيه؟ هل من المرغوب فيه أن نعالج هذه المسألة؟ فثمة آراء متباينة حول هذه المسألة، ولكن هذا هو صميم المشكلة المطروحة أمامنا. كيف لنا أن ننتقل من البروتوكولات لتبين آثارها أو تداعياتها ونتائجها؟ هذا المنتدى هو في مفترق هذه الطرق، أي المجال التقني المعرفي والقيم والمبادئ والجوانب اللوجستية، فهذا المنتدى لا يعنى فحسب بالجوانب التقنية، بل ثمة نهج يأخذ بالمكونات الاقتصادية والمتعلقة بالحوكمة وبالمبادئ الأخلاقية. وإنني لا سعيد إذ السيد معالي وزير الشؤون الأوروبية والشؤون الخارجية من فرنسا موجود بيننا لكي يبين لنا رؤياه فيما يتعلق بإنترنت والعلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذلك لكي يبين لنا تطور ما حدث على صعيد منتدى حوكمة الإنترنت. معالي الوزير، ليس هذا هو بمثابة المشاركة الأولى المتعلقة بالإنترنت؟ كنت قد شاركت في المنتدى الخاص بالإنترنت في مجال الدفاع، وفي ديسمبر الماضي وضعت استراتيجية دولية لحوكمة المجال الرقمي في فرنسا. شكراً، شكراً لمنحي الكلمة وبتذكير بما قمت به آنفاً. إنني أشارك في هذه المناسبة على نحو ربما خاص، أبين هذا للحضور، أنه علي
أن أقدم خدمات ما بعد البيع الذي كثيرا ما أقوم به بعد مرور الرئيس فخامة رئيس الجمهورية، ولكن في العادة الفترة الفاصلة بين المهمتين تكون أطول، ولذا فلن أعود إلى ما تفضل به فخامة الرئيس من حديث بشأن التحولات الكبرى التي أحدثتها الإنترنت والجانب القاتم لهذه الثورة. فإنني إذ سمعتك تتحدث عن وظائفي السابقة فهي شبيهة بوظائفي الحالية، فما يشغل بالي اليوم هو تبعات بعض التطورات، وقد يكون ذلك يعزى لوظيفتي لمكافحة الإرهاب والجرائم السيبرنية، المعلومات الخاطئة والأنباء الكاذبة، هي أشياء نواجهها على صعيد يومي. ولذا فثمة أشياء بديهية أصبحت مهددة، وهذا ما بينه الرئيس، وأعتقد أنكم تشاطروننا الرأي، فقد توافقون على ضرورة وضع معايير، إذ التحديات الماثلة أمامنا ليست تحديات تقنية، بل هي ذات طابع سياسي، فما أنشأنا الآن إزاء هذه التحديات هي المعايير. وإضافة إلى المعايير، فإنني أفكر بالمبادئ التي أشار إليها الرئيس ماكرون منذ وهلة. أعتقد أن كل هذه الجوانب ليست يسيرة، فالمهمة حساسة وحاسمة ينبغي أن نستعرضها عندما نتحدث عن المعايير والمبادئ. فقد تأخرنا مقارنة بقدراتنا على الإبداع. والخطر الثاني هو أن المواطن في بعض الأحيان لا يتخلى عن مكاسب التطور الرقمي، ولكنه قد يكون غير قادر على التصدي للمخاطر، مخاطر الجرائم السيبرنية دون المساس بحرية التعاطي مع المجال السيبرني. إذا نحن نؤكد على الحريات الأساسية وسيادة القانون، وعلى الدول إذا أن تطلع بدور إضافي لكي لا يصبح القول الفاصل أو النفوذ للأقوى. فهذا ما نادينا به في إطار نداء باريس، دعوة للقطاع الخاص لعدم احتكار القوة واستخدام القوة في مجال السيبرني، كما هو الشأن بالنسبة لعدم اللجوء إلى استخدام القوة في المجال المادي. فقد تخصص بعض عمليات الاقتحام، والتي ينبغي أن لا تتم نظرا لضرورة احترام حقوق ومسؤوليات الجميع. فنحن إذن بحاجة إلى الضوء على هذه المعايير التي لا توجد في الوقت الراهن، فنحن بحاجة إلى استنباط وضع هذه المعايير معا. هذه المعايير ينبغي أن توضع في الأماكن المحددة والمناسبة. هذا هو موضوع الخطابات السابقة، فهذا يندرج في إطار القانوني للدول، ولكن يبقى هذا الإطار غير كامل مكتمل إذا ما كانت هنالك قوانين تنسحب على البلد مع استبعاد الأطراف الأجنبية. فقد نكون نفرط أو نفرط في هذه الحالة، وهذا من شأنه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى تسارع وإلى التسلح بهذه الأدوات بشكل غير قانوني، وهذا عواقبه وخيمة. الأمم المتحدة بدأت تعمل في هذا المقام. في بعض الأحيان المواضيع المطروحة متناقضة ومعقدة، وقد لا نتمكن في القريب العاجل من الوصول إلى إطار قانوني تشريعي ملائم، ولكن أنتم
المنتدى المعني بحوكمة الإنترنت، إن أنتم منصة ذات بال تهتم هذه القضايا لكي تؤمن العمل متعدد الأطراف، فهذا الإطار تشارك فيه البلدان، الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الغير الحكومية والمنظمات المجتمع المدني. إذن هذا مجال يستدعي منا التنظيم، فالدعوة هي للتعاون من أجل وضع أسس للتعاون وللتنظيم، والنداء هو أن نبدأ بكم أنتم لكي نبدأ على هذا السبيل. عقب نداء باريس، أعتقد أن العنصر الأساسي في ذلك النداء هو تعزيز الثقة، وقد جاءت هذه الملاحظة على الألسن في مناسبات عدة، ففي تنظيم أي فضاء اجتماعي ثمة حاجة إلى الثقة، فالشركات ينبغي أن تتحمل مسؤوليتها إذا ما كانت هنالك هشاشة تكتنف أنظمتها، والإنترنت ينبغي أن نتبين أنه في غير مأمن، وينبغي أن نبين أن هنالك سلوكيات غير مقبولة. الثقة المطلوبة إذا ما تجسدت الأرض الواقع فهي ترتكز إلى أسس قانونية، والأطراف الفاعلة وصاحبة القرار ينبغي أن تعمل على وجه السرعة، لأننا أمام حالة طارئة، وإلا فإن الإنترنت ستواجه مشكلة البلقنة والتشرذم. ثمة تجارب صادقة بينت أن العمل متعدد الأطراف إن كان يعمل تحت الضغط وفي وجه الطوارئ فيمكنه أن يؤتي أكله. هذا تم عندما عملنا على وضع حد لاستخدام الألغام المضادة للبشر، وفي عدة أمثلة أخرى. فنحن إذن ندعو كافة الأطراف المعنية والتي ترغب في المشاركة في هذه العملية لكي نحكم تنظيم هذا المجال. ومن بين الدول الخمسين التي أعربت عن دعمها لهذا النداء منذ صبيحة هذا اليوم، ثمة كل دول الاتحاد الأوروبي التي أطلقت العنان لورشة كاملة لتنظيم مجموعة العشرين والأرجنتين ومجموعة الدول السبعة، أشار إليها ماكرون إذ تعتزم هذه المجموعة العمل في هذا العام في بحر عام 2019. إذن التنظيم وإحكام التنظيم هو ضروري لكي ننعم جميعا بفوائد الإنترنت مع اتقاء نقائصها أو عيوبها قدر المستطاع. هذا ما عندي سيدي المنسق. شكرا جزيلا معالي الوزير. شكرا سيدتي دوريس لوتا، إنك تمثلين هنا الاتحاد السويسري، وكان أول منظم للقمة العالمية في جنيف. العام الماضي احتضنت جنيف الاجتماع لهذا المنتدى، ومنذ البداية كانت سويسرا مهتمة وتعمل بجد وهمة في مجال حوكمة الإنترنت، وكما يقول الزملاء من العاملين في الإنترنت فثمة تقاليد في سويسرا، تقاليد للعمل في الميدان، وبناء على هذه التجربة فيمكن أن نستفيد من تجربتكم لكي تنيروا سبيلنا. سأتحدث باللغة الإنجليزية لكي يفهم العدد الأقصى.
الأغلبية هي من ناطقين باللغة الإنجليزية. بالفعل في العام الماضي كان لنا شرف أثير إذ احتضناكم ورحبنا بكم. كان ذلك في إطار المنتدى، وشاركت في تلك المناسبة عدة منظمات غير حكومية وغيرها. وأعتقد أن ذلك لا يدل على اهتمام كبير بهذا المنتدى ومسألة الحوكمة. وما قيل آنذاك كان في إطار رسالة جنيف. أعتقد أننا أكدنا جميعا على إلاء مزيد من الأهمية لهذا المنتدى. ناقشنا كذلك مسألة ضرورة زيادة الشفافية. عملت لسنوات عدة في مجال السياسة ولم يكن لدي علم متعمق بشأن هذا المنتدى. أعتقد أن الجماهير ينبغي أن تعلم بمزيد من الدقة ما يقوم به هذا المنتدى. أعتقد أن هؤلاء الضيوف الأفاضل شاركوا، ويمكن أطراف آخرين المشاركة. فنادرا ما يشارك أهل السياسة في مثل هذه الاجتماعات، فنحن بحاجة إلى شحذ الهمم لكي يشاركوا في مثل هذه المنتديات نظرا للاهتمام السياسي بهذا الجانب. بعد اجتماع جنيف فلدينا أمين عام أطلق منتدى للتعاون في مجال الإنترنت، والحوكمة هي في ناصية اهتماماتنا، وفي شهر أبريل سنعقد اجتماعا للتركيز على ذلك. أعتقد أننا اتفقنا على ضرورة الاهتمام بهذا الموضوع، ولكن ما معنى هذا للأمم المتحدة؟ في نهاية المطاف هذا المنتدى تابع للأمم المتحدة، ما معنى ذلك للحكومات؟ فأهل السياسة لم يعتادوا على العمل متعدد الأطراف، ونحن في سويسرا لعلكم تقولون أننا نكثر من المشاورات، ونهجنا هو قائم على التشاور والتعاون مع مختلف أصحاب الشأن، ولكن لا يوجد تواصل بين المواطنين باستثناء الفترات التي يتعين علينا فيها المشاركة في الانتخابات أو المشاورات. وبالتالي ما هي الوصفة التي يمكن أن نعتمد لهذا النهج متعدد الأطراف ومتعدد الجهات المشاركة؟ ما هو هذا النهج الذي ينبغي أن نعتمد للعالم الرقمي؟ ما هي السياسات التي ينبغي أن تطوع لتحقيق هذه الأهداف؟ على الصعيد الدولي لدينا أهداف مشتركة، مقاصد مشتركة لعالم الإنترنت. لدينا مبادئ يمكن تطبيقها من بوركينا فاسو على سبيل المثال، الوزير موجود بيننا، وجنوب آسيا. ففي مختلف البلدان ثمة تباين أو اختلاف في تطور الإنترنت. نحن بحاجة كذلك إلى الشمولية. ما سبيل لضمان الإنترنت إن تعذر الحصول على الكهرباء؟ فمن اليسير التحدث عن مختلف المبادرات. إن تحدثنا عن أشخاص ليس لديهم أي شيء من هذه الأساسيات، فنحن إذا إن تحدثنا عن الثقة وهذه المبادئ فنحن جميعا نجمع بشأنها. حقوق الإنسان هي مبادئ متفق عليها على الصعيد الدولي. هل حقوق الإنسان تطبق على الرجل الآلي أو الروبوت؟ فالإنسان ينبغي أن يكون يحتل دائما صدارة اهتماماتنا. وفي تقاريرنا وفي توصياتنا التي سنصدرها في شهر أبريل من العام المقبل، بمجرد أن نعد المسودة سنعممها، وإذ نحن نأخذ بمنهج التعاون بين مختلف أصحاب الشأن، فإننا
نطلب التعليق ونتبين صدى اقتراحاتنا. فالوثيقة هي مسودة، مجموعة من المقترحات، فلعل هذا المنتدى يمكنه أن يكون هيئة تعزز عملها إلى حد اجتماعنا في العام المقبل. شكرا جزيلا سيدتي الوزيرة الفيدرالية. سأواصل باللغة الإنجليزية. إذا إن تحدثنا عن الديمقراطية فينبغي أن نأخذ برأي الأغلبية. السيد وزير الاقتصاد السيد كريستيان أتو، مرحبا بك، إنك تقدم البلد الثاني، البلد المضيف. لماذا تحرص ألمانيا على احتضان هذا المنتدى في العام المقبل؟ لماذا تحرص على احتضان هذا المنتدى؟ لماذا تنعم ألمانيا بصناعة نشطة في هذا المجال؟ لعل القطاع الخاص بفضل هذا النهج القائم على التعاون مع مختلف أصحاب الشأن وسبل التعاون مع الحكومة، هل هذا هو سر النجاح؟ سيداتي سادتي، أود أن أشكر فرنسا على احتضان هذا المنتدى في فرنسا، وفي العام المقبل ستحتضن ألمانيا الدورة المقبلة، ونود أن نحذو حذوكم فرنسا وحذو سويسرا كذلك، سنتبع الأمثلة التي قدمتموها. السؤال المطروح، كيف لنا أن نعضد هذا المنتدى على الصعيد الوطني أو على الصعيد الدولي؟ فالسؤال هو إن كان علينا أن نعزز هذا المنتدى، ولكن السؤال هو كيف لنا أن نحقق ذلك؟ فهذا هو المنتدى الذي تطرح فيه قضايا تتعلق بمستقبل الإنترنت، فمنتدى متعدد الأطراف هو خير سبيل لتحقيق ذلك. فالقطاع الأعمال والتكنولوجيا يتعاونون في هذا الإطار على الصعيد الدولي، وذلك لدراسة التحديات المثلة أمام التكنولوجيا والرقمنة. فالرقمنة هي ما نحتاج، والإنترنت أحدث تغييرات جسيمة في مجتمعاتنا، فنحن بحاجة إلى حماية حقوق الإنسان وحماية المنافسة النزيهة وحماية البيانات ومكافحة الجرائم السيبرانية. ولذلك ولكل هذه الأسباب جميعا يكتسي هذا المنتدى أهمية بالغة، وثمة تحديات عديدة ينبغي أن نواجهها في المستقبل. فضلا عن ذلك فثمة حاجة إلى إنترنت عالمية شاملة تفسح المجال للحرية والإبداع بعيدا عن الرقابة والدعاية، ولكن في نفس الآن لا ينبغي أن ننسى أن الإنترنت هي لمعالجة هذه القضايا، بل لإذكاء الوعي لدى عامة الجمهور. فهذا المنتدى له ولاية وله رسالة لإذكاء وعي الجمهور بشكل عام، وينبغي أن يمثل اهتمامات وشواغل بعض المجموعات. إنني أتحدث هنا باسم الجنوب الذي لا يحظى بتمثيل كامل، كذلك أتحدث عن قطاع الأعمال الذي هو ليس ممثل، وفرنسا قطعت شوطا لا يستهان به في هذا المجال. في العام الماضي انعقد اجتماع رفيع المستوى، وقد اتبعنا هذا النهج هذا العام، ونعتزم في العام المقبل الأخذ بنفس النهج. سننظم أحداث رفيعة المستوى، وذلك لزيادة
قدر الاهتمام بهذا الموضوع ولضمان مشاركة وسائل الإعلام للتعريف بهذه المقاصد، وبالتالي فيحظى هذا المنتدى بمزيد من التعريف لدى عامة الجمهور. ولكن القيام بذلك فنحن بحاجة إلى إعداد المحتوى، محتوى المناقشات لكي يتابع الجمهور هذه القضايا. بعض الجوانب طرحت هنا بعد نداء جنيف في عام 2017. لقد تمت متابعة هذه المواضيع من قبل فرنسا بالأسلوب الفرنسي، وألمانيا ستأخذ بنفس هذه المبادئ في العام المقبل. وتبين أنه لا يوجد عدد كاف من التقارير عن هذه الجلسات، وعمل وسائل الإعلام ينبغي أن يعزز. الأفكار الجديدة والمبتكرة هي ضرورية لاستحثاث الاهتمام لدى الجمهور بهذا المنتدى. نحن بحاجة إلى مشاركة كل أصحاب الشأن من كافة الأقاليم جميعا. أعتقد أن هذا هو أحد الأهداف التي ينشدها فريق الأمم المتحدة رفيع المستوى، ونحن بحاجة إلى العمل الوثيق مع هذا المنتدى. ولذلك فإن ألمانيا تحتضن هذا المنتدى في عام 2019 وسنعلي شأنه. نود كذلك أن نشكر فرنسا ونشكر الرئيس. نود التأكيد على السمات الأساسية لهذا المنتدى. ينبغي أن نعزز طابعه الذي يأخذ بمشاركة كافة أصحاب الشأن وينطلق من القاعدة إلى ما أعلى. وحكومة ألمانيا لا تفخر إذ ستحتضن الدورة المقبلة، ونرحب بكم جميعا وأي ضيف كريم يود المشاركة في أعمال العام المقبل، وسنرحب بكم كل الترحيب في ألمانيا. شكرا جزيلا. إنني أنتظر بفارغ الصبر الحضور في اجتماع برلين، ولكن علينا أن ننتهي من اجتماع باريس. السيد ساليفن، انضممت إلى جمعية الإنترنت في الآونة الأخيرة، ولكنك لست حديث العهد بهذه المواضيع. عملت على ما يسمى الإنترنت غير المعروفة، unknown internet، ركزت على الشؤون التي تعمل بشكل جيد، بروتوكول الإنترنت والبنى الأساسية الكامنة وراء المحتوى، فإنك عملت على هذه المواضيع ولا زلت إلى حد الآن. عملت وركزت على هذا الإطار الكامن أو الذي هو أساس الإنترنت. هل لك أن توافينا ليس فحسب برؤياك بشأن المنتدى وبشأن ما تقوم به، وكيف لك أن تبين لنا الجوانب التحتية أو الآليات والجانب المتعلق بالحوكمة؟ لسوء الطالع ليس بوسعي أن أواصل باللغة الفرنسية لأسباب بديهية، فرنسيتي سيئة للغاية، والجميع في جامعتي يشعر بالغضب الشديد إذا ما سمعني أتحدث باللغة الفرنسية. أعتقد أن ما قلته وجيه. فالإنترنت وهذا المنتدى هو يتعلق بالإنترنت، والإنترنت ليست شيئا واحدا، وهذا في بعض الأحيان يضللنا نتحدث عن الإنترنت كما لو كانت مائدة أو كرسي، هي شبكة لشبكات، هي الأشياء التي نلجأ إليها في كل الأحيان، طريقة الوصول إلى بريدنا الإلكتروني أو الاتصال بأمهاتنا بالهاتف أو بتذكير أنفسنا بأن بعض الأشخاص لم يحالفهم الحظ، إذ نسمع عن الكثير من المآسي
ولكن ينبغي أن نبين عما نتحدث عندما نتحدث عن الإنترنت. فلذلك فأود الحديث عن الحوكمة، حوكمة الإنترنت بشكل عام، وأن نذكر في نفس الآن بماهية الإنترنت. فنحن نتحدث عن مجموعة من القطع التي تعمل بشكل مستقل على نحو متسلسل، فهنالك ضرورة للتعاون، ليس للإنترنت من سبيل للعمل بمفردها. فالإنترنت تحتاج إلى أشخاص، هذا نقاش سياسي بل جانب تقني. طريقة تصميم الإنترنت تتطلب التعاون، وإلا فلا نستفيد من الإنترنت. وهذا يعني أن الطريقة الأساسية للحديث هنا في إطار المنتدى أو في إطار أي مناقشات تتعلق بالإنترنت، فإن هذا السبيل هو أفضل بالضرورة، لأنها فرصة للاعتراف بما يحاول البعض القيام به. فنحن بحاجة إلى التعاون معهم، نفيدهم بهذه التكنولوجيا والقيام بذلك. فعلي أن أتبين ما يسعى الحصول عليها، كيف تعمل الإنترنت، وبهذه الطريقة نحسن الإنترنت بشكل تدريجي. هذا هو العنصر الأساسي والشرط الذي لا غنى عنها. ولذلك السبب، فالمناقشات الخاصة بإنترنت مقابل إنترنت أخرى، إنترنت من كاليفورنيا وإنترنت أخرى من الصين، هذه الإشارات ليست الطريق الأمثل لمناقشة هذه القضايا. فهذا المرشاح إن جاز القول هو خاطئ. فنحن بحاجة إلى تبين كيفية التواصل والقيام بهذه التجربة، وكيف لنا أن نحقق قيمة فضلة، وكيف لنا أن نتعاون. ثمة عدة سبل للقيام بذلك. أحد السبل هو التركيز على بعض الجوانب التي ينبغي أن نركز عليها. هذه هي مشكلة، ويمكن أن نحل هذه المشكلة. نستخدم هذه القطعة أو هذا السبيل. هذا لا يعني أن المنتدى سيصبح بمثابة هيئة تتخذ القرارات، كلا، ليس بوسعنا أن نقول ذلك. يمكن أن نستخدم التحالفات والقيام بالأشياء، فإنكم تنتقلون على أرض الواقع وتحدثون أثرا ملموسا، ويمكن أن تصغوا إلي أو إلى من يتحدث. فينبغي أن نخصص وقتا أطول للإصغاء والاستماع. وللأسف مثل هذه الاجتماعات تطرح مشاكل، فالمشاركون يستمعون ولكن لا نفسح المجال للتواصل. فلعلنا لا نحتاج إلى عدد كبير من الندوات أو المجموعات، بل نخصص وقتا أطول لمجموعة بعينها. ما نحتاج إليه كمجموعة هو أن نعترف بضرورة الخوض في هذه المناقشات معا، فهذا يعني زيادة الحديث وليس مجرد الاستماع. شكرا، شكرا جزيلا. Andrew Sullivan, not to shut up, but what? شكرا، ليس لأنك توقفت عن الحديث، وإنما شكرا على ما قلته. والآن أعطي الكلمة للين سانتامور. كلكم في هذه القاعة تعرفون لين، وبالتالي لن أتحدث كثيرا لتقديمها. هي رئيسة المجموعة الاستشارية متعددة أصحاب الشأن، وهي تشارك في المنتدى، منتدى الـ IGF، منذ مدة طويلة، وكان لها منصب هام جدا في الـ ISOC، مجموعة الإنترنت. سمعنا رؤى وأفكار مختلفة عن تهيئة الإطار، اقتبس من برتران شابيل. إذن كيف نضع الأرضية ونحدد الإطار لكي نضمن أن المواضيع يسهل فهمها وأنها واضحة؟ والمجموعة الاستشارية متعددة أصحاب الشأن تهتم بهذه المسألة. إذن كيف تختارون المسائل؟ إذن كيف
تجعلون حوكمة الإنترنت تتطور وتكون مفهومة أكثر لدى الجماهير. شكرا جزيلا. بالنسبة لمن يعرفنا فالجهود التي بذلناها للتواصل قد فشلت، ولكن هنالك المئات من المشاركين الجدد سجلوا للحضور في هذا المنتدى. سأحدثكم عن بعض الأمور التي أنجزتها المجموعة الاستشارية في المهلة الأخيرة. نريد مشاركتكم، نريد أن نسمع منكم آراءكم لكي نحرز تقدما. مثلا مدة الكلام، طلب من كل منظم لورشة عمل أن يخصص 50% من كل جلسة للتفاعل مع المشاركين. لم نحقق هذا الهدف في ورشة العمل التي حضرتها اليوم، ولكن هذا هو الهدف، ونذكر ميسري ورشة العمل بذلك. فنحن في منتدى، المهم هو الحوار، والحوار هو ما سيسمح لنا باتخاذ القرار لكي يطبق من خلال سن سياسات أو سياسات تجارية. لقد استندنا إلى رسائل جنيف التي سنطبقها في كل ورشة العمل، وعددها 116 هذه المرة. سوف تصدر الاي جي اف رسائل، فهذه الرسائل تأتي من المجتمع. لقد تعاوننا مع منظمي ورشة العمل بغية تسهيل عملية التوصل للاستنتاجات والإحاطة بأهم النقاط التي تم طرحها خلال الجلسات. لقد تعلمنا من بعض المبادرات الإقليمية والوطنية والشبابية التابعة للمنتدى، وعددها 110 معترف بها رسميا في الاي جي اف. إذا ندعو المشاركين للتأكد من أن الرسائل التي تتم قراءتها هي مفهومة. هذه ليست دعوة للتوافق في الآراء، ولكن نريد فهم الرسائل الأساسية لكي تساعدنا فيما ننجزه. وسنضع أيضا ملخص الرئيس وليس فقط إحاطة بما قاله كل مشارك. نحن نقوم ببث كل الجلسات على الإنترنت وننشرها على موقع الإنترنت أيضا، وهي متاحة بشكل مكتوب، وهنالك الاستمارة أيضا، وأطلب دعمكم في هذا المجال. فحتى إن كانت هناك مشاركة حثيثة ودامت الجلسات 50 دقيقة فهذه المشاركة لا تكفي، فنحن نسمع فقط آراء جزء صغير من المجتمع. إذا نطلب من كل المشاركين المشاركين خلال حضورهم في القاعة ومشاركتهم عبر الإنترنت، إذا نطرح السؤال التالي: ما الذي يمكن للاي جي اف ان تفعله لزيادة الوقع خلال السنة القادمة؟ نطلب منكم جميعا ان تدخلوا على شبكة بصفتكم المشاركين في الاي جي اف، وان تقدموا مقترحات ملموسة يمكن ان تطبقها خلال سنة او سنتين. اذا ما الذي يمكن ان تفعله بيئة الاي جي اف انجاز القول لاحداث وقع بالنسبة لهذه المسألة تحديدا؟ ونريد اشياء محددة. هناك مجموعات عمل منكبة على خطة العمل للسنوات القادمة، وهي تحيط بكل المقترحات وطلبات التحسين. هناك الفريق العمل الخاص بالتحسينات الذي يقوم بعملية جرد كل سنة. هناك خلوة نظمتها داسا منذ بضعة سنوات، وأخذنا كل النتائج من هذه الأحداث وجمعناها. هناك مجموعة عمل تعمل على نشر هذه الاستنتاجات والرسائل في المكان المناسب لها في المجتمع. لكن هناك سؤال استراتيجي آخر مطروح يكتسي
أولوية بالنسبة للمنتدى والماج في السنوات الأخيرة، وهو كيف نزيد من التفاعل مع صناع القرار والحكومات وكبار المسؤولين في الوساطة الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية والحكومات، كيف نزيد المساهمة على المستويات الرفيعة في القطاع الخاص، وكيف يمكن أن نتحاور مع فئات مهمشة أو دول أو مجتمعات غير قادرة على المشاركة في المنتدى. هذه مسألة استراتيجية. عندما أطلقنا منتدى حوكمة الإنترنت وقبل يوم من إطلاقه، كان هنالك يوم أو في النسخة الأولى والثانية أو الندوة الأولى والثانية خصص يومان لحوارات بين المسؤولين الحكوميين، وبعد ذلك تمت دعوة خبراء ثم مراقبين، وأصبحت العملية متعددة الأطراف. وجربنا العديد من الأمور، تناقشنا مع توماس شنايدر في جنيف في السنة الماضية لكي نعرف ما هو النمط الأفضل لإدارة المنتدى. اليوم قبل ذلك كان يوم أحد، وهذا حد من الوقت المتاح لنا. الحكومات تدعو للمزيد من المعلومات وتطلب فرصة التحاور فيما بينها، بالإضافة إلى تحاورها مع المجتمع. نحن نعتقد أننا نقدم هذه الفرصة، فالمفروض أن يشارك الجميع في منتدى حوكمة الإنترنت، ولكن هنالك بعض الدول، بعض الحكومات مرتاحة جدا بهذه الطريقة وآخرون لا. هنالك من يفضل خطابات افتتاحية وآخرون يريدون التركيز أكثر على ورشات العمل. إذن يجب أن نتوصل إلى نمط يريح الجميع، ويجب أن نفهم ما الذي تحتاجه الحكومات وصناع القرار لكي ينعكس ذلك في عمل الاي جي اف. أعتذر على سرعتي في الحديث، تقول المتحدثة، لكن الأمر لا يخص هذا الاجتماع فقط، فهنالك أكثر من 110 مبادرة إقليمية ووطنية وشبابية، هنالك 17 تحالف نشط خاصة بالتجارة وإمكانية الوصول والذكاء الاصطناعي، هناك 4 منتديات للممارسات الفضلى ومبادرات أخرى. إذن هنالك نشاطات عدة، هنالك بنية تسمح لنا بإحراز التقدم، ولكن بصراحة ما يؤثر علينا سلبا هو مشكلة الموارد المتاحة للأمانة لإنجاز كل شيء. شكرا جزيلا. هناك الآن 13 دقيقة متبقية لتبادل الآراء معكم. 30 دقيقة عفوا، إذا حتى الساعة 7 إلا 10 دقائق. السؤال الأول، سنستمع للسؤال الأول. طبعا مساءكم، شكرا. اسمي نم يوسف، أنا الأمين العام لمجلس الوزراء من لبنان، وكنت رئيس عرب اي جي اف العربية في 2015 و2016. استمعنا إلى بيان الرئيس ماكرون، واستمعنا أيضا إلى النقاشات التي دارت في ورشة العمل التي دارها سيد مارتينو، ونتابع الآن ورشة العمل هذه. إذن ماذا نسمع؟ نسمع بعض الأفكار التي مفادها أن هنالك مخاطر، ومعالي الوزير أشار إلى خطر بلقنة أو تشرذم الإنترنت، وهذا صحيح. وفي الماضي كنا نتحدث عن تهديد، وفد روسيا في 2014 وأيضا الصين هددوا بإنشاء إنترنت خاص بهم وإنشاء جسور بين نظامهم والإنترنت العالمي. الآن نسمع
أن هنالك ضرورة لإصلاح منتدى حوكمة الإنترنت الآي جي إف لكي يصبح كيانا يسهر على تنظيم الإنترنت أريد أن أعود إلى تاريخ منتدى حوكمة الإنترنت. هذا المنتدى هو منتدى للنقاش من القاعدة إلى القمة ونقاش بين الكيانات المختلفة. هذا المنتدى الذي نشارك فيه اليوم انتهت ولايته في 2015 ولو لم يتم تجديد هذه الصلاحيات لما كنا نجتمع هنا اليوم. هذا منتدى للنقاش، نحضر المنتدى، نتبادل الآراء، نتناقش، نتوصل إلى مخرجات أو نتائج. ولكن بكل صراحة سيدة سانتاموخ، لا نعرف ما تؤول إليه هذه المخرجات والنتائج. هل يتم قياسها؟ هل تتحول إلى مدخلات في مشاريع معينة؟ منذ 2006 وهذا المنتدى هو منتدى للحوار، وهنالك تمويل، هنالك مشاركون، ولكن هناك مشاركون من دول فقيرة ومنظمات غير حكومية يحتاجون إلى منح للمشاركة. هذا المنتدى هو منتدى غير رسمي يجمع بين الدول الغنية والفقيرة والشعوب الفقيرة والغنية للنقاش وطرح الأفكار. نقطة أخرى، عندما نتحدث عن التنظيم، التنظيم تقوم به السلطة، سلطة التنظيم، وهذه السلطة تكون سلطة رسمية تابعة للحكومات تحتاج لتمويل، وهذا شيء مختلف عن منتدى حوكمة الإنترنت. ربما هذا الإطار، إطار التنظيم، موجود، ولكن إذا عدنا إلى إعلان تونس 2003 وإعلان 2005 التي أدت إلى إطلاق المنتدى، هذا الإعلان لم ينشأ فقط المنتدى، كان له فرعان. الفرع الأول كان منتدى حوكمة الإنترنت، والثاني كان Enhanced Cooperation، التعاون المعزز. هل يمكن أن تختتم سيدي؟ سؤالي هو التالي، بالنسبة لمنتدى IGF، أنا أعتقد أنه ينبغي أن يبقى إطاراً للنقاش والتعاون والحوار من القاعدة نحو القمة bottom up كما كان دائما، ويجب أن نطبق فعلا التعاون المعزز بين الدول. سيد بورتيس، تتذكر ما حصل في 2014 في بوسان وما يحصل الآن في دبي في إطار المنظمة العالمية للاتصالات؟ الدول لن تقبل. هل يريد أحدكم أن يرد على السؤال الخاص بالتعاون المعزز؟ هذا شيء نتحدث عنه منذ قمة مجتمع المعلومات، أليس كذلك سيدة سانتاموغ؟ أريد أن أرد باختصار. ربما أساء زميلي اللبناني فهم كلامي، أنا لم أقصد أبداً التدخل في عمل منتدى حوكمة الإنترنت. رئيس الدولة تقدم بمقترحين، المقترح الأول لا يتعلق بتحويل منتدى حوكمة الإنترنت إلى هيئة تنظيمية، وإنما الفكرة هو أن يتمادى المنتدى في الحصول على مقترحات وتفكير في هذه المقترحات للمساهمة في تنظيم الإنترنت، وهذه الفكرة تم التعريب عنها بقوة. والمقترح الثاني كان أن يقوم منتدى حوكمة الإنترنت إن أراد رصد متابعة إعلان باريس الذي صدر صباح اليوم والذي يحظى بنجاح كبير. هذه مقترحات
والفكرة ليست التدخل في الإدارة السياسية لمنتدى حوكمة الإنترنت، ربما فهمك لكلامي كان مختلفا، وبالتالي أردت أن أوضح، فأنا سأضطر للمغادرة قبل انتهاء هذه الجلسة. شكرا معالي الوزير، نحن متأخرون وسنحاول أن نسرع. هل تريدين التعقيب أو يمكن أن تتناول الكلمة خلال الملاحظات الختامية؟ شكرا. هل من رغبات أخرى لتناول الكلمة؟ السيد والسيدة، شكرا جزيلا. أنا من جنوب أفريقيا. الموضوع الذي نحن بصدد مناقشته هو كيفية تعزيز حوكمة الإنترنت. أستغرب أن المتحدثين هو من دول متقدمة. سؤالي هو التالي: ألا يهمكم رأي الدول النامية في إطار مستقبل حوكمة الإنترنت إذا عدنا إلى الصلاحيات التي أنشئ على أساسها منتدى حوكمة الإنترنت؟ فكان يتعلق بإشراك الجميع وعدم التهميش والشفافية، وأنا أعتبر أنه غريب أن كل المتحدثين من دول متقدمة، هذا ليس نهجا يشمل الجميع. وأرجو أن ملاحظاتي ستؤخذ في الاعتبار، فيجب الاستماع إلى أصوات الجميع وأصوات الدول النامية أيضا. شكرا. أريد أن أتقدم بشرح وجيز. لديكم على المنصة الرئيس الحالي، الرئيس المستقبلي والرئيس السابق لمنتدى حوكمة الإنترنت من أوروبا وأوروبا وأوروبا. هذه هي الدول التي وافقت على احتضان منتدى حوكمة الإنترنت، ثم هنالك منظمة دولية وهي الأيسوك، مجتمع الإنترنت، وهي ممثلة في إفريقيا، والمجموعة الاستشارية تعد بين أعضائها العديد من ممثلي دول إفريقية. إذن الأيسوك والماغ لا تمثل الدول النامية أو المتقدمة، بل هي عالمية. شكرا. أنا أبل دوران، أنا مساعدة الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتجارة والتنمية، ونحن نقدم الدعم إلى الدول النامية التي أشارت إليها السيدة، خاصة في مجال سن التشريعات، أي نساعدها على موائمة تشريعاتها لمكافحة الجريمة السيبرنية. إذن لدينا تجربة مع 20 دولة نامية، وهذه التجربة تبين أهمية جمع كل الأطراف المعنية. هذه مسألة هامة جدا، خاصة في الدول النامية. والمهارات في مجال الرقمنة والاتصالات والمعلومات أحيانا تكون كفاءات ثانوية، والرقمنة ليست من بين الاهتمامات التي تحظى بالأولوية. وأكرر هذا النداء أن يكون المنتدى مكانا يجمع المقترحات من كل المستويات، ولا أريد أن ألوم المتحدثين الجالسين على المنصة، ولكن إشراك الدول النامية سيكون مصدر قوة. سيد غوتيريس ورئيس ماكرون تحدث عن الثغرة الهائلة بين الدول النامية والدول المتقدمة، وينبغي بذل جهود للتحديث خاصة في المجال التشريعي والتنظيمي، فهناك قصور في هذه الدول في تشريعاتها، بغض النظر عن التشريعات المستقبلية التي ستحتاج إليها هذه الدول. إذن أرجو التركيز على هذه النقطة في العمل الذي سنقوم به مستقبلا، وأرجو إشراكنا، فلدينا تجربة كبيرة في الميدان في الدول النامية، ويمكن أن نطلعكم على تجربتنا. شكرا سيدتي.
هل تريدون التفاضل بملاحظات ختامية وجيزة؟ سيدي الوزير، أشكرك على مشاركتك، أعرف أن لديك التزامات. شكرا جزيلا على حضورك معنا. سأعطي كلمة المتحدثين للإدلاء بالملاحظات الختامية، وربما يمكن الرد أيضا في هذا الإطار على الملاحظات والأسئلة التي طرحت. من يريد أن يبدأ؟ سوف أبدأ. شمل الكل شيء مهم جدا. لدينا ممثل الأمين العام، ومن المسائل التي سننكب عليها كيف يمكن أن تستخدم التكنولوجيا لمساعدة الدول النامية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لـ2030. هذا متسق وما قلت، يحتاج إلى تكنولوجيات وكفاءات، والدول النامية يمكن أن تستفيد من هذه التكنولوجيات والكفاءات للتسريع من وتيرة النمو الاقتصادي. فأنا متأكدة من أنها لن تكرر الأخطاء التي ارتكبناها نحن في الدول النامية. إذا يمكن أن تستفيد بشكل أفضل من هذه التكنولوجيات. أنا مهتمة أيضا بتغير المناخ، وإذا طلعنا على اتفاق باريس فهو تمخض أيضا عن منتدى، وفي هذا المنتدى كانت هنالك نقاشات غير رسمية، وكان هنالك أيضا ممثلو الحكومات الذين توصلوا إلى اتفاق في نهاية المطاف. إذن كان هنالك مزيج من النقاش الرسمي وغير الرسمي، وكان من المفيد جدا حضور منظمة غير حكومية وممثلون عن المجتمع المدني، قدموا لنا المشورة وأطلعونا على الأمور التي كانوا يريدون تضمينها في الاتفاق. إذن ربما يمكن أن نعتبر أن منتدى حوكمة الإنترنت هو منصة للنقاش ومنصة تجمع الأطراف الفاعلة من الحكومات المختلفة التي يمكن أن تضع تنظيمات جديدة. كما قالت السيدة لويد هارت للتو، فمنتدى حوكمة الإنترنت هو منتدى متعدد الأطراف يقدم المشورة السياسية. وفي منتدى ألمانيا في السنة القادمة نريد أن ندعو وزراء للمشاركة، فنعتقد أنه من الأهمية بمكان أن ندعو سياسيين للمشاركة في مناقشة هذه المسائل، فنحتاج لصناع القرار لترجمة مقترحاتنا إلى قوانين. وستكون هنالك مجموعة برلمانية، إذا نريد أن نناقش هذه المسائل على مستوى البرلمانات. سيأتي ممثلون من برلمانات العالم وسوف يناقشون المسائل التي ستطرح في منتدى حوكمة الإنترنت. ردا على ما قالته الزميلة من جنوب أفريقيا، نحن نريد أن نعطي الفرصة لمشاركة عدد كبير من أصحاب الشأن في المنتدى في السنة القادمة في ألمانيا، وخاصة أن يشارك أشخاص من الجنوب، ونحن سنغطي تكاليف السفر والإقامة لكي يتمكن أشخاص كثيرون من المشاركة في المنتدى الذي سينعقد مرة أخرى في أوروبا. ونحن نعرف أن تكاليف السفر والإقامة في أوروبا مرتفعة. هناك موضوع مهم
نريد طرحه في المنتدى القادم، وهذا الموضوع يخص ألمانيا كثيرا، وهو الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وسنبحث دورها في إطار الإنترنت. كما تعرفون فشركاتنا أو صناعتنا ناجحة في مجال الإنترنت، ولكن نحن نعتقد أنه يجب التركيز ليس فقط على الشركات الكبرى، وإنما أيضا على الشركات الصغيرة متوسطة الحجم. ونعتقد أيضا أن منتدى حكومة الإنترنت ينبغي أن يركز على الذكاء الاصطناعي، فهذا من المواضيع الهامة عندما نفكر في المستقبل، سيكون له تأثير كبير على العالم، وستتمخض أشياء كثيرة عن الـ AI، الذكاء الاصطناعي. تفضل. أعتقد أن هنالك علاقة بين مسألة بلقنة وتشاذم الإنترنت من جهة، ومسألة التنوع في الإنترنت. الايسوك الانترنت سوسايتي تخصص وقتا كثيرا وموارد كبيره لربط من هم ليسوا مرتبطين، انجاز القول. ليس فقط لاننا نؤمن بان الانترنت يجب ان يتاح للجميع، هذا واضح طبعا اعتقد ذلك، ولكن اعتقد ان التنوع في الشبكات يحسن الإنترنت. إذا كانت للإنترنت طرائق مختلفة للترابط يكون أحسن، وكلما زادت الآراء المطروحة عبر الإنترنت كلما تحسن الإنترنت، ولهذا السبب نحن ملتزمون بمسألة شمل الجميع. وأعود الآن إلى مسألة بلقنة الإنترنت. الإنترنت متكون من شبكات كثيرة، وبالتالي فهو متشرذم أصلاً. هنالك لك حاسوب في بيتك وحاسوب في المكتب، ولديك آلة طابعة لا يمكن أن تطبع منها من كل مكان بالإنترنت، وهذا شيء جيد، فهنالك بعض الأمور لا تريد أن تطبع في كل مكان. نحن نعتقد أنه إذا لم تتمكن الحكومات من فتح الإنترنت للجميع فهذا سيكون شيئا سيء جدا. نحن نعتقد أن هذه أداة جيدة يمكن أن تساعد على تحقيق الأهداف، طبعا له مشاكل وله بعض المشاكل فيما يتعلق بالأمن، ولكن يمكن أن ننكب عليها. هنالك مشاكل في نظم التشغيل وفي وصول الجميع إلى شبكة، ولكن الحل هو ليس تفكيك الإنترنت وشرذمته إلى أجزاء أصغر وأصغر يسيطر عليها عدد قليل من الناس، وإنما الحل هو أن نجعل الإنترنت جذابا جدا ورائعا جدا، بحيث لا يريد الناس الانفصال عنه، وهذا يمثل تحديا في المجتمع الفني أو بين الخبراء وبالنسبة للصناعة والحكومات. في المرة القادمة المتحدثون في ورشة العمل سيتسمون بتنوع أكثر. شكرا جزيلا. أعطي الكلمة أخيرا لسيدة لين سانتاموخ. منتدى حكومة الإنترنت كان ضروريا بعد انعقاد قمة مجتمع المعلومات، لأن هنالك أشياء جديدة يواجهها العالم للمرة الأولى، وهي معقدة وتتناول مسائل فنية واجتماعية وسياسية واقتصادية، وبالتالي فالحوار مهم والاستماع إلى الآخرين مهم، ولكن هذا ليس منتدى الحديث فقط. إن كنت ستسن سياسات أو تنظيمات مهما كانت طريقة التنظيم فالحوار ضروري، ونحن بذلنا جهودا كبيرة
لإشراك الجميع لكي يتسنى للبعض الحضور في المنتدى، وهنالك آخرون يشاركون عبر الإنترنت. ونشكر فرنسا لأنه في فبراير لم تكن هنالك دولة مستعدة لاستضافة المنتدى، ووافقت فرنسا في إبريل نيسان. وإن أردتم المشاركة أكثر فيجب تقديم دعوة لاستضافة المنتدى. في النشرات الماضية للمنتدى كان تنظيمه جيدا، لم تكن هنالك دولة تريد الاستضافة في السنة الماضية. كنا فقدنا شيئا من الزخم، واعتقدنا أن الناس لم يكونوا متأكدين من أن المنتدى سيتواصل، ولكن سويسرا اقترحت الاستضافة ثم ألمانيا. لهذا ينعقد المنتدى في أوروبا فقط في السنوات الأخيرة، ولكن نريد أن ينعقد في دول أخرى. إن كانت لديكم رغبة في استضافة المنتدى فنحن مستعدون للاستماع إليكم. بالنسبة لتعزيز التعاون، اجتمعوا عدة سنوات على التوالي ولكن لم يتمكنوا من التوصل إلى توافق بشأن التقرير، ولم يكن هنالك اتفاق بشأن الحجج التي انبثقت عن قمة مجتمع المعلومات الأولى والثانية. ولكن هنالك نشاطات كثيرة ومقترحات قدمت بشأن تحسين الوضع، وأعتقد أن الاي جي اف يمكنه أن تهتم بهذه المقترحات. وأعتقد أن المنتدى يجب أن يفكر بطريقة استراتيجية بخصوص كيف سيتفاعل، كيف سيساعد الحكومات بالطريقة التي تريدها هذه الحكومات وبطريقة مناسبة للاي جي اف ولصلاحيات تونس. سوف أتوقف الآن لأننا تجاوزنا الوقت المخصص لنا، بالرغم من أن لدي الكثير الكثير يمكن أن أقوله، ولكن أحطنا بالعديد من النقاط. شكرا جزيلا، شكرا جميعا لكم على بقائكم معنا حتى هذه الساعة المتأخرة. أشكر المتحدثين وأتمنى لكم أمسية طيبة.